صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا تنسب هذه الفعلة القبيحة وهي فعل الفاحشة إلى النبي الكريم لوط عليه السلام؟ يقول تسمى باسم لوط عليه السلام وتنسب إليه. يقول: علما بأنها ذكرت في القرآن بالفاحشة وأتيان الذكران من العالمين، ولم يقل لواط، ولم يثبت حديث بهذه اللفظة. هذا أنت قلته، لما ما نسب إلى لوط عليه السلام، وهذا عند العوام. لوط هذا اسمه، هذا اسمه العلم، اسمه لوط. وأما الفاحشة فلا يقال لها، يقال لها لواط، وصاحبها يقال له لواطي، لواطي ما يقال لوطي، يقال لواطي من اللواط، فينسب إلى اللواط. وأما فهذا نسبة إلى الفاحشة لواطي، أما لوط عليه السلام هذا اسمه، نعم اسمه العلم، فآمن له لوط، نعم.